من عند دياب جايين معافطين بواحد السرعه ما كتخيلش، وصلوا حتى لهنايا وداروا مع الدور هذيك اللي سابهم الموتور وسمحوا فيه هربوا من الجهه الاخرى. تبعوهم رجال الامن حتى لرافين الباركينغ شدوهم، والله يخلف على المواطنين اللي كيديروا مزيان مع مع الامن وكيديروا بزاف ديال الحوايج. تابعينهم رجال الامن والمواطنين بجوج شافرين عده مواطنين وتيتعدوا عليهم السلاح الابيض بزاف ديال الحوايج، ملي هما جايين في الطريق والسلاح الابيض لاحوه عده ديال الحوايج شافرينهم. ومنين عرفوا راسهم راه توقعوا لهم الامن الحراسه راه سلموا راسهم ما عندهم ما يديروا.